احنا لبعض، هدفه مساعدة الناس الأكثر حاجة بظل هالظروف الصعبة. في عنا مصدرين، أول مصدر إنه من التجار المحلات، وتاني مصدر من عامة الشعب عبر بنعمل إعلان عبر التواصل الاجتماعي، وبيجي عدد كبير بيتبرع. وهالقطع اللي بتيجي لعنا أكيد بتتعقم، بتتنظف، بترتب، وبتنحط بطريقة مرتبة. وطريقة التوزيع بتتم عبر إنه بيكون عنا لوائح بالأسماء بعد ما كنا عاملين فاليديشن. من 6 سنين تم تأسيس هذا المشروع من خلال الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، وقدرنا نوصل لنتيجة كتير حلوة إنه المحتاج بيجي بياخد قطعة التياب اللي بده إياها، وهذا الشيء بيزيدنا فرح لقلوبنا.